أن تكون مولعا بطائر الحسون فإن هذا الولع يدفعك إلى الترحال لمسافات بعيدة كما هو الشأن هنا بالنسبة لصاحبنا مراد العسري القادم من مدينة الأقصر الكبير. أيكم كون كان في أي مدينة كنشاركوا له كنمشيو له في طنجة تطوان من الشمال حتى الجنوب. في هذا النهار هذا جينا للنهائيات ديال أحسن أجود الطيور المغردة. هذا العشق الجنوني للحسون يقابله تخوف على مستقبل هذا الطائر حيث أن الأوان لدق ناقوس الخطر. وتبين لنا بأن تقريبا نحو من 200 يعني قناص موجودين حاليا في مدينة ترودانت عن طريق واحد الخط من مدينة ترودانت الدار البيضاء سلا القنيطرة مكناس تازة ثم وجدة تعبت فسادا في الطبيعة ديالنا عن طريق عملية القنص العشوائي. طائر الحسون الحر الفريد من نوعه في التغريد ينتشر بدول حوض البحر الأبيض المتوسط وبالخصوص بالمغرب وإسبانيا. فوق التراب الأوروبي والإسباني بالخصوص يحظى طائر الحسون وطيور أخرى بأهمية كبيرة من أجله سنة قوانين تمنع القنص العشوائي، لكن هناك مشكل آخر يهدده يتمثل في استعمال المبيدات الحشرية بالحقول، فالحسون يتغذى على الحشرات واليرقات وهذا مشكل مطروح في عدة دول. أما عندنا فقد وضعت المندوبية السامية للمياه والغابات قانونا يمنع قنص طائر الحسون منعا كليا. الطائر الحسون الحر دابا في انقراض وغادي وكيهبط العدد ديالو كيقل حيت الناس اللي كيستغلوا ما كيستغلوش بطريقة قانونية. وهذا الطائر الحسون راه مهدد، هو في طور الانقراض، وجينا باش نقول لهم لا للصيد العشوائي لا للصيد الجائر لهذا الطائر لأنه كيهربوه للدول المجاورة. لطائر الحسون أسرة تتألف من الحسون الحر ذو اللون الأحمر والأبيض، ثم هناك النغير ذو اللون الأصفر. أما الخليط بين الحسون الحر والنغير فهو هذا الطائر المهجن،
وهي طيور تحظى بعناية خاصة عند المربي لكونها تثير سمعك بشدوها وهي في الطبيعة أو بالأقفاص. Yeah.
تكون عندك